İşgalci İsrail yönetimi Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ni Yahudileştirme projelerine devam ediyor. Her türlü zulme ve işgale maruz kalan Kudüslü aileler evsiz kalma tehdidiyle yaşıyor. Ana elimin hon bil beyt hada min 52 ve dallet sakni hon uladi kulhon jibton bil hon bil beyt hada. Jibt 4 ulad ve benet. Bint metjawza, walad metjawaz, waladin indi muaqin, walad rabna qad wada. بعني لي كل كل حياتي قضيته فيه بعز علي إن شاء الله ما بطلع منه إلا عبيتي الأخير الله ما يزحزحني منه يا رب إلنا واقف في البلد القديمة ما خلينه اليهود هجرنا في 48 بالصفافة عودنا نزلنا على المصرارة هجرنا برضو من المصرارة عودنا نزلنا سكننا في البلد القديمة جوا عودنا لكنات شوية الدنيا عودنا طلعنا احنا 7 عائلات بشيتي غزاوي ابو الدوله خطيب مقيمين حوالي 40-45 نفر فيها واحنا ما زلنا بندفع الايجارات ليومنا هذا هلا هم بيطالبونا بالاخلاء مقابل انه احنا ما بندفعش الايجارات احنا بندفع الايجارات العماره كلها يديه واحده ومع بعضينا وفيش حدا متخلف عن دفع الأجرات فادعائهم هذا باطل بس هم سياسيا بدهم المنطقة هذه كلها يعني حتى الأرض الفاضية هون طالعين مخططات عليها وبدهم يعملوا مدرسة ومدارس هون لهم وبنى سكنية لليهود احنا استلمنا أول إخطار رسمي قبل شهر مع انه طالع الاخطار من المحكمه من شهر 8 احنا بشهر 10 باول 10 استلمنا الاخطار هذا وبدينا نحضر انه نخوض معركه المحاكم بنات بعضينا بيننا وبينهم احنا مش ملاكين احنا مستاجرين محميين وعنا كل ورانا وكل ثبوتاتنا احنا بمقيمين بحدود 30506 قطعة 30 31 و32 بالشيخ جراح الغربي مساحة العقار 660 متر على 3 قطع اللي هم 30-31-32 ففي المساحة هذه في 40 نفر بسكنوا فيها فيش حدا عنده بديل للموقع تبعه لأنه عارفين قاعدين وفيش حدا مطالبهم ندفع الأجرات يعني كمستأجرين محميين